يسعدنا ان نرحب بمعالي السيد عبد الله الخطيب رئيس الهيئه المستقله للانتخاب معاليك مساء الخير مساء الخير يعطيك العافيه وجهود مباركه جهودكم موصوله وتسهيلات كبيره قدمتوها للاعلاميين ولنا في قناه رؤية في لتغطيه سير الانتخابات النيابيه 11 ساعه تفتح صناديق الاقتراع ان شاء الله ان شاء الله ما هي استعداداتكم استعدادات تمت الان كل المراكز اصبحت مجهزه أه بقدر اقول يمكن 98% من المراكز فيها كل المعدات في والاجهزه والتجهيزات واوراق الاقتراع وكل المواد اللي بيحتاجها الناخب والان يعني خلال فتره بسيطه جدا بتكون 100% من المراكز اللي راح تستقبل المواطن الاردني بكره بهمه حوالي 30 الف او اكثر من 30 الف اخ وابن من ابنائنا الاردنيين اللي اشتغلوا واستعدوا سواء في الهيئة المستقلة، الجهاز التنفيذي، طبعا مجلس المفوضين بذل جهد كبير في الست أشهر الماضية، الجهاز التنفيذي في الهيئة وكوادر من وزارة التربية والتعليم، من وزارات أخرى، متطوعين، الإعلاميين طبعا والأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية، جهاز منظمة المجتمع المدني اللي دربت كوادرها على المراقبة، يعني عشرات الآلاف من الأردنيين اللي بيوقفوا بكره وقفة لبلدهم ولوطنهم بيستقبلوا الناخبين إن شاء الله بكل استعداد إن شاء الله برايكم ما هي العوامل التي تضمن نجاح لن اقول او لن اقول فشل ساقول تشويش العمليه الانتخابيه؟ أه لا ما العوامل التي أه ستؤثر؟ حقيقه يعني اتبعنا الاجراءات اللي بتليق في بلدنا، يعني اهم شيء انه المواطن الاردني مواطن واعي، مواطن مطلع، مواطن تابع كل اجراءات الانتخابات اللي صارت في المنطقه خلال السنتين الماضيات وشاف وهو جدير بانه تكون الممارسه الاردنيه ايضا بسويه هذه الممارسات، اتبعنا الاساليب الصحيحه، المعايير الصحيحه، تم الاختيار من قبل المواطن اختار مركز الاقتراع بكره بروح على المركز اللي هو اختاره، اليوم اذا بدخل على موقع الهيئه بيعرف اي صندوق هو اذا حط رقم الوطني بيعرف اي صندوق بده ينتخب فيه بكره وهذا يعني بيساعد على التخطيط والتنظيم ايضا اوراق الاقتراع اليوم في الخمس 45 دائره محليه وفي الدائره الوطنيه اللي هي القوائم الوطنيه نشرت في الجرايد كل مواطن بيعرف وين موقع المرشح اللي بده اياه حتى لو كان امي المواطن بامكانه اليوم وبكره يطلع على الجرايد في هالـ 45 ورقه اقتراع او 46 مع الدائره الوطنيه بتطلع على ورقه الاقتراع بشوف مكان المرشح تبعه وبروح بكرة بكل سهولة ويسر إن شاء الله بتعامل مع ورقتين اقتراع لأول مرة في الانتخابات النيابية بالسابق يمكن المواطن قديما كان يمارس انتخابين يوم الانتخابات البلدية صندوق لرئيس البلدية وصندوق للمجلس البلدي المرة هاي في الانتخابات النيابية لأول مرة راح يدلي بصوتين المواطن الأردني عندما يدخل مركز الاقتراع عند صندوقه محل ما اسمه موجود راح رح يأخذ ورقة الاقتراع ورقة عليها أسماء وصور المرشحين في الدائرة المحلية بكتب أو بأشر إذا أنه كان ما بده يكتب أو ما بيقدر يكتب أو بيدعي أو الأمية أو أمي بيأشر على المكان عند اسم وصورة المرشح اللي بيختاره وبأشر على اسم أو رقم رمز أو رمز القائمة وهاي بكل يسر وسهولة وبضع بصندوقين أيضا الورقة راح يشوف إنه بكرة ورقة الاقتراع للدائرة المحلية. الجزء الخلفي الجهة الخلفية منها خضراء بلون غطاء الصندوق تبع الدائرة المحلية وورقة القائمة الوطنية الجزء الخلفي منها رمادي أو سكني بلون غطاء صندوق الدائرة العامة أو القائمة الوطنية في موظف من أبنائنا واقف يعني أخ له مواطن بفتح فتحة الصندوقين وبتأكدوا أنه الورقتين نزلوا في مكانهم وهي كلها إجراءات الهدف منها مش فقط يعني ادعاء أنه إحنا بنمارس الممارسة الصحيحة في كل الدول سواء اللي متقدمه اكثر منا او اللي فيها نسبه اميه هائله استخدمت هذا الاسلوب وإن شاء الله هذا وهي بضمن تسهيل على المواطن طبعا وبضمن حق المواطن وطبعا انت بتعرفي انه سريه التصويت هذا حق دستوري لنا نعم. كلنا وكان اول ينتهك هذا الحق كان طبعا احنا عندنا في من من ناسنا في ناس ما اتيحت لهم الدراسه لكن نسبه بسيطه جدا وكان نسبه من يدعي الاميه نسبه كبيره جدا وهي كانت مثلب المثالب اللي كانت يعني آه يعني تنتهك من نزاهه الانتخابات ويمارس من خلالها الخطا اليوم المواطن الاردني يستطيع انه يضمن سريه تصويته حتى لو كان التزم لاي شخص حاول نعم. انه يسرق صوته حاول انه يحتال عليه في صوته حاول انه يؤثر عليه في صوته او حاول انه يشتري صوته حتى نكون مم. يعني نتكلم بصراحه انتهت هذه هذه, هذه اليوم هو لما بيوقف خلف المعزل اللي بكتب عليه على الورقة بأشر عليه وبحط صوته ما حدا رح يعرف فسرية التصويت حتى النساء اللي كان يمارس م. عليهم الضغط أو الإكراه أو لأسباب لأي أسباب نعم. أي مواطن كان يمارس عليه الضغط والإكراه هو بكرة حر تماماً انه يصوت مثل ما هو بختار وهذا نعم. بضع العمليه الديمقراطيه والممارسه الانتخابيه على المسار الصحيح وبلدنا ومواطننا مش اقل من كل الناس اللي مارسوا هاي الممارسه ومن حقنا نعم آه بالحديث عن هذه الانتهاكات التي كانت تحدث في الانتخابات السابقه وانتم ساهمتم في وساعدتم في تحويل عدد من المرشحين الى المدعي العام ما هي استعداداتكم يوم غد لمواجهه حدوث اي انتهاك احنا بنامل اولا انه وعي المواطن يحول دون أي انتهاكات طبعا الأغلبية الساحقة من المواطنين يعني ما تلقينا شكاوى من المواطن العادي على الإجراءات أو حتى يعني أي تذمر ربما يكون في بعض الناس اللي لصالحهم أنهم يعملوا إرباك أنهم يشوشوا على المواطن أنا أعتقد أنه الدور الأساسي على المواطن إذا المواطن ما قبل هذه المحاولات للتشويش والإرباك في العملية راح تكون سلسة وتنتظم بسهولة كبيرة لكن في مخالفات اذا اذا ارتكبت داخل غرفه الاقتراع او داخل المدرسه اللي بصير فيها الاقتراع نعم. فهاي لها عقوبات في القانون ولجنه الاقتراع والفرز في المركز في المدرسه داخل غرفه الاقتراع لها صلاحيه الضابط العدليه اي شخص بيحاول انه لا سمح الله يسيء او يخرق القانون ستتخذ <applause> الاجراءات نعم. نعم. القانونيه لكن احنا, إحنا بنثق انه م. المواطن الاردني بوطنيته وبوعيه وبحرصه على بلده بكره راح يشوف انه كل ضمانات الخيار الحر متاحه له بدنا نقطع مع الماضي مع الممارسات اللي ما كنا نقبلها اللي كلنا كنا نشكي في منها في الفتره الاخيره نعم. الان امامنا الفرصه انه م. نخرج منها وانه نثبت انه بلدنا لا يقل عن اي بلد في المنطقه او خارج المنطقه نعم. في الممارسه الديمقراطيه نعم نسب التصويت ما هي النسبة التي ستستندون إليها لنقل أن الانتخابات نجحت 40% 50% لا أنا لن أحاول التنبؤ لكن أنا معني أولا كمواطن بسلامة العملية الانتخابية إن شاء الله العملية تتم بصورة صحيحة هذا أهم معيار اهم معيار يعني احنا انا ما بقدر اجزم النسب اللي كانت تقال لنا في السابق دقتها انا بهمني أن العمليه تكون ممارسه صحيحه ودقيقه ويمارس فيها المواطن حقه وان شاء الله انه المواطن هو اللي بيقرر هاي النسبه مش نعم. أنا اللي بقررها ولا أي مراقب بقررها المواطن الأردني هو اللي بقرر هاي النسبة. نعم تحدثت عن الإجراءات الحديثة التي ادخلتموها واتخذتموها لضمان نزاهة الانتخابات. هناك الحبر السري. هو مش سري لأنه إذا سري ما ببين هو حبر خاص. هو حبر خاص <applause> بالانتخابات. نعم. لكن هل هذه الإجراءات وهذه المعدات التي دخلت هل هي كافية لمنع حدوث تزوير؟ أه أه إذا إذا المواطن أه حافظ على حقه. في سرية الاقتراع أنا أعتقد أنه يحد من إمكانية التزوير بصورة كبيرة هذا يعتمد علينا إحنا كمواطنين كيف نمارس الآن الظروف مهيئة للمواطن لأنه يمارس حقه بدون أن يعرف أحد عنه وهذا هو يعني أفضل ضمانة لمنع التزوير نعم وماذا عن اليه المراقبه بوجود المراقبين الدوليين غدا؟ تم اعتماد عدد كبير من المراقبين المحليين ومئات من المراقبين الدوليين لاول مره المجال متاح لهم يذهبوا لاي مركز انتخاب ويشاهدوا باعينهم ما يجري فيه وبنامل احنا من منظمات المجتمع المدني الاردني خاصة انه تم اعتماد او التقدم بطلبات لاعتماد حوالي 7000 مراقب من قبل تحالفات المجتمع الاردني نعم. المدني انه يستمروا في التواجد في غرف الاقتراع من بدايه العمل وحتى انتهاء الفرز حتى حتى احنا كمواطنين نكون مرتاحين ونكون على ثقة بأنه ما يجري مراقب وما يجري أمام أعيننا لأنه ما في عنا إيش نخبيه يعني هذا هو حق المواطن الهيئة وجدت لضمان حق المواطن الهيئة يجب أن تكون هيئة المواطن وأن تضمن حقه وليس عنا في في خلال عملنا لتنظيم هذه العمليه ليس لدينا ما نخفيه، احنا بنرحب في المراقبه واهم شيء انه المواطن يقتنع انه صوته اللي بنزل في الصندوق اللي هو بضعه بايده في الصندوق هو اللي يفرز وهو الذي يحسم نتيجه الانتخابات في البرلمان. نعم ان شاء الله، هل تابعتم التقرير الذي اعدته قناه رؤيا التحقيق الاستقصائي حول سماسره المال السياسي؟ أه نعم، أه شفت اليوم على اليوتيوب وبأمل نعم. انه الجهات اللي معنيه بتنفيذ القانون ان تستفيد منه. نعم. وان يعني يكون ايضا هذا مجال مم. لتوضيح الصوره ان شاء الله الصورة. بعد اذنك معاليك لنشاهد المقتطفات ثم نعود لنتابع الحوار وردنا في قناه رؤيه بين الملك شكوتين تقدمتا للهيئه من قبل الدائره الاولى في محافظه مادبا حول حول البيع يعني او استخدام البيع السياسي وين هم الشكوى؟ انا باسم الهيئه المستقله للانتخاب عبر هذه القناه ادعو من تقدموا لكم بالشكوى ان يوافوا الهيئه المستقله للانتخاب بهذه الشكاوى مشفوعة بالادله حتى نحيل الامر الى القضاء توجه لنا ثلاث شكاوى حولناهم على المدعي العام الاجراء بتم خلال حد اقصى نصف ساعه من تقديم الشكوى حتى تصل الى المدعي العام وصلتني معلومات انه في احد الشكاوى تم بموجبها مداهمه احد البيوت ووجدوا بعض السجلات للناخبين الان الاجراء عند القضاء وقضاءنا نزيه. مقابلتين للناطق الاعلامي باسم الهيئه المستقله للانتخاب حسين بني هاني ومقابله مع مدير الهيئه في مادبه. الناطق الاعلامي باسم الهيئه ينفي وجود اي شكوى في مادبه ومدير الهيئه يؤكد وجود ثلاث حالات لا انا بعتقد انه يمكن ما آه الذي يحدث مع انا بعتقد انه في يعني سوء فهم هنا يمكن الناطق الاعلامي وانا ما يعني ما بعرف يعني بالضبط الوضع اللي اجريت في المقابله لكن يمكن قصده انه مقر المقر الهيئه لم يتلقى الشكاوي اللي سالوا عنها المذيع لكن واضح انه رئيس لجنه في مادبه تلقى هذه الشكاوي واحالها للقضاء ورؤساء لجان الانتخاب التابعين للهيئه 45 رئيس لجنه انتخاب في 45 لجنه انتخاب في كل المملكه عندهم كان التفويض من الهيئه ان يحيلوا ما ياتيهم من شكاوي الى الادعاء العام. فالحالتين صحيحات اللي حكى رئيس الانتخاب في حالة من الحالات انا كنت اعرف فيها انه جاءوا شكوى واحالها الى الـ طب الا ألي يعودون اليكم انتم في المركز الرئيسي لا لا اذا عنده شكوى موثقه لها طرفين من صلاحيته انه يحول طبعا نعم طب سؤال ودي معاليك أه؟ لماذا لم تطلبوا نسخه من التحقيق احنا اليوم سالنا السلطات القضائيه اذا كانت ممكن ان تستفيد من هذا التحقيق وبعدين وضعنا يمكن ناس من المراقبين تدخلوا بيننا وبينكم على اساس انه نحاول نستفيد قضائيا من المعلومات الموجوده في التقرير وهل سيتم الاستفاده اذا كان ممكن قانونيا طبعا إذا نعم كان ممكن قانونيا نعم على كل نعم. التحقيق موجود لدى رؤية وتحت طلب الجهات المعنية نعم أنا تكلمت مع السلطات القضائية اليوم وسألت إذا كان بامكانهم أنهم يستفيدوا وبعدين م. منظمة منظمة الرقابة تكلموا معنا بهذا الموضوع وأظن أنهم على اتصال الآن مع دائرة الرقابة في الهيئة آه ل آه يعني الانتخابات ان شاء الله يعني الجميع يريد يعني انتخابات نزيهه يريد يعني. لكن الدور الاساسي حقيقه يعني الدور القضائي دور مهم وانا كنت اتمنى انه ان يحارب المال السياسي بصوره اقوى من منا جميعا يعني من المواطن ومن الهيئه ومن كل الجهات لكن الدور الاساسي بكره علينا احنا كمواطنين المحاربة الحقيقية المال السياسي بكرة في المحافظة على سرية التصويت نعم. حقنا هذا حق المواطن يجب أن لا يحرم منه يجب أن لا يسمح لأحد أن يسرق منه هذا الحق وأن لا يجبروا على أن يروح يصوت كأمي ما هي عاليات ك... المراقبة غدا يعني في نفس الغرفة في نتخوف نفس... من مال سياسي نعم في نفس غرفة التصويت تم الترتيب وإن شاء الله أنه بكرة يعني يكون لما بدخل المواطن يتم التحقق وبالمناسبة يعني ارجو انكم تركزوا اليوم وبكره على تذكير المواطنين بانهم ياخذوا معهم الهويه الشخصيه وبطاقه الانتخاب الوثيقتين بموجب القانون في لهم حاجه للدخول فيهم الى غرفه الاقتراع يتم المقارنه بينهم ويتم التاكد من وجود اسم اسمك مثلا انت كناخبه في الصندوق اللي انت معين اسمك فيه ان يتم التاكد من وجود اسمك وثم يتم التاكد من بياناتك على الكمبيوتر انه هذا اسمك هذا رقمك الوطني هذا صورتك وفي امام المراقبين شاشه محطوطه تطلع البيانات. هذا لمعالجه التزوير لكن المال هذا لمعالجه التاكد هلا هل المال السياسي هو بين الشخص اللي اشترى والشخص اللي باع اذا اللي باع بده يحكم ضميره وبده ينسى كل شيء صار خارج الغرفه هو امام ضميره فقط عند الاقتراع يقترع بما يريح ضميره ويعرف انه هذا مستقبله ومستقبل بلده ومستقبل اولاده وهذا شيء اثمن من انه يباع ب 50 او ب 100 او ب 200 دينار من قبل مواطن ويتأكد انه صوته لن يعرف فيه احد هذا نعم. اهم شيء آه فاحنا نترجى المواطنين انه بكره يكون معهم الوثيقتين هذول الهويه الشخصيه وبطاقه بطاقة بطاقة الانتخاب. الانتخاب ويكونوا بيعرفوا شغلتين محددينهم اسم المرشح اللي بده ينتخبه أو صورته إذا كان ما بيقدر يكتب واسم القائمة اللي بده ينتخبها أو رمزها إذا ما كان آه بده يكتب أو ما كان بيقدر يكتب نعم. وشغلتين بسيطات آه بنأمل الإعلام أنه يركز عليهم حتى المواطن يعرف أنه بيحتاج لها الأمرين لإثباتين الهوية اللي هي البطاقة الانتخابية والهوية الشخصية والبطاقة الانتخابية ستبقى عند لجنه الانتخاب لانها هاي مرة واحده وانه يكون متاكد من المرشح اللي بده ينتخبه والقائمه اللي بده ينتخبها. نعم عليك من خلال عدد من الاستطلاعات الراي التي قمنا بها في قناه رؤيا، لاحظنا ان العديد من المواطنين حتى الان لا ليس لديهم معرفه كافيه باليه الاقتراع لاسيما في ظل وجود القوائم الوطنيه. نعم. هل كانت برامج التوعيه التي قامت بها الهيئه كافيه؟ بقدر استطاعتنا حقيقة إحنا يعني ما بدنا ننسى أنه الكوادر اللي عملت في الهيئة ومع كوادر ضخمة يعني عشرات الموظفين من أبناء بلدنا اشتغلوا يعني بواحد سبعة ما كان في قانون انتخاب يعني نعم. كل الشغل هذا بدأ من واحد سبعة وحتى اليوم بصورة حقيقية وأيضا تم تدريب حوالي 32 ألف شخص راح يعملوا بكرة في الجان الاقتراع والفرز آه تم بذل كل جهد ممكن لتوعية المواطنين بإجراءات الانتخاب آه أنا أعتقد اليوم وبكرة يومين حاسمات ومهمات لأنه الآن المواطن أمام هاي اللحظة اليوم آه نشرت الصحف الأردنية أوراق الاقتراع كاملة <applause> ونظرة عليها بتعطي المواطن يعني آه شرح كافي عن ما يجب أنه يعمله بكرة ما عليه إلا أنه يعرف اسم مرشحه إذا بده يكتب الاسم له مكان عند عند الاسم وعند الصورة عند الاسم المطبوع عند الصورة والقائمة أيضا عليها بالقانون أصلا القائمة يجب أن يؤشر عليها نعم. حسب القانون فعليها اسم القائمة بنفس الخانة اسم القائمة ورقمها ورمزها نعم. عملية في منتهى السهولة والموظفين المتواجدين طبعا يعني وراحين ورايحين يساعدوهم وتنسيش يعني لنا أنه يعني الحمد لله نسبة الأمية في الأردن لا تتجاوز 6% في أقصى الحالات وكل الاردنيين بتصور بيستعملوا التليفونات الخلويه وعندهم يعني الوعي وعندهم الادراك وبدنا نثق فيهم لانهم على درجه كافيه من الوعي وانا بعتقد انه يعني اليوم وبكره لازم كل الامور هاي تكون متاحه للمواطن ويستطيع الاختيار بسهوله ويسر ان شاء الله وبالمناسبه نفس هذه الاوراق اللي تستعمل في الاردن لاول مره استخدمت مؤخرا في دول نسبه الاميه فيها يعني اضعاف اضعاف نسبة الأمية ونجحت في ونجحت وما كان في مشكلة وبلاش إحنا يعني نقلل من وعي مواطننا وإدراكه وأيضا من وطنيته المواطن بعرف أن أنه هذا مفصل وطني مهم الانتخابات ما راح تغير يعني بين يوم وليلة كل الأمور لكن هي بتضع يعني إذا المواطن وثق أنه بعد ما الانطباعات السلبية اللي صارت الانتخابات السابقة إذا قنع المواطن ووثق ان صوته اللي دخل في الصندوق هو ما وضعه هو وما اختاره وما حطه بايده على الورقه واذا الفرز كان صحيح وهذا كله متاح وامام الناس ان شاء الله احنا بنكون وضعنا الممارسه الديمقراطيه على مسارها الصحيح والمره الجايه راح يكون المرشحين احسن وراح يكون الاقبال اكثر صحيح. لكن احنا بناسس وهي عمليه مستمره والانتخابات مجرد محطه من محطات المسيره والتقدم ان شاء الله نعم السؤال الذي يدور في ذهن كل اردني هل الغيتم ترشح من تم ايقافهم أه احنا هيئه نشات بموجب الدستور بموجب القانون نحترم وبنلتزم تماما علينا يعني هذا واجب الالتزام بالقانون القانون حدد شروط الترشح وحدد مثلا انه من كان محكوم بجريمه غير سياسيه لاكثر من سنه ولم يعفى عنه لا يجوز انه يترشح لكن الان لم تصدر احكام قطعيه بحق اي كان منذ ترشحه الى الان، لكن في ماده 75 من الدستور انا بعتقد في مجال عندك ليلة تسالي عنها اكثر، آآ آآ هذه الماده تسقط عضويه آآ من آآ يحكم قطعيا آآ آآ بصوره يعني بصوره فوريه. حتى لو نجح في نعم الانتخابات؟ حتى لو نجح، الماده 75 من الدستور فيها نص واضح جدا انه اذا اخل بهذه الشروط اللي كانت يعني مطلوبه للترشح حتى بعد الانتخاب وبعد ظهور النتائج تسقط نعم. العضويه حكما تسقط العضويه حكما وفي حال سقطت العضوية العضويه يؤخذ النائب الذي لا في الدوائر المحليه تجري انتخابات تكميليه نعم نعم والدوائر في الدائره في الدائره الوطنيه او القائمه الوطنيه عاده الترتيب انه يحل الشخص اللي يلي الشخص اللي بتنتهي عضويته باي صوره كانت سواء كانت الوفاه او بالاستقاله او باي شيء وماذا عن دور الهيئة بعد الانتخابات؟ هذه هيئة دائمة، مؤسسة دستورية، وإن شاء الله أنه بعد الانتخابات أول شيء يجب أن نقوم فيه أنه نقيم هذه التجربة نعم. ونشرك المواطن في تقييمها، ونستمع لآراء المواطنين على كيفية تحسينها في المرة القادمة. حاولت الهيئة جاهدة، مجلس المفوضين وفي خبرات قانونية جيدة، بذلوا جهد كبير خلال الأشهر الماضية حتى يحصلوا على أفضل ما يمكن من هذا القانون. لكن هذا القانون بحاجة أيضا باستمرار إلى تطوير وإلى تحسين وبنأمل أنه التقييم يؤدي إلى ذلك التحسين وذلك التطوير ومتى سيصوت المواطن الأردني في الخارج؟ آه هو الصحيح يعني الفترة هاي ما كانت وخاصة أنه نظامنا الانتخابي أنه 45 دائرة واحدة آه اثنين آه الترشح مدته قصيرة يعني شهر كان هو بالقانون 25 يوم الهيئة عملته شهر والانسحاب قبل عشرة أيام في دول ثانية بتعمل التصويت بالبريد بتعمل تصويت مبكر بتعمل أشياء هاي بدها أيضا نصوص قانونية اللي تساعد عليها بنأمل أنه إحنا عندنا جاليات أردنية كبيرة يعني في الخليج لحاله في مئات الآلاف فإن شاء الله أنهم يتمكنوا بالمستقبل من خلال القانون ومن خلال والتوصيات التي تخرجون بها لمن تقدمونها؟ أن نقدمها لجلالة الملك لجلالة الملك, الملك القانون نعم. نعم التقرير عن عملنا أن نقدمه والتقرير يجب أنه يعني إن شاء الله بنأمل أنه يشمل التوصيات ومقترحات نعم سؤال أخير ماذا توصي الناخب والناخبة الأردنية غدا أول شيء بوصي في بلده أنه يعني هذا جهد لواجب مدني علينا واجب وطني علينا أن نقوم في تجاه بلدنا وبغض النظر عن نتيجة الانتخاب فيما يتعلق بالأشخاص إذا انتظمت العملية بكرة وإذا أمكن للمواطن أنه يضع العملية الانتخابية على المسار الصحيح بيكون اللي فاز هو الأردن وليس أي شخص بالتحديد نعم السيد عبد الله الخطيب رئيس الهيئه المستقله للانتخاب كل الشكر شكرا. ويعطيكم العافيه ونراكم بعد الانتخابات شكرا. ان شاء الله الله يعطيك العافيه انت.